انا عمال اعيد وازيد واكرر انه كان يستهدف كل انواع الجماعات الاسلاميه اخراجها الى كذا وكذا. انا عايز حصر من وزاره الداخليه. احنا دلوقتي يعني ايه وزاره الداخليه يا سعاده الرئيس؟ تنفع عن طريق جهاز الامن الوطني تدي معلومات وسيديهات لواحد اسمه خيرت الشاطر وهيئتكم المبكره واحنا مش عارفين نوصل لمعلومه عدله؟ هنوصل بس دي استحاله. شوف عايز اقول لك على حاجه، استحاله ان انا كمحكمه ارتضي ان انا اطلب حاجه من خيرت الشاطر. انا عارف، انا مدرك قوه هذه الهيئه. فدي حاجه مفروغة منها تماما. و سيادة العقيل هيجيب ما تحت ايديه، هو ملوش عندنا غير اللي تحت ايديه، غير ذلك بقى في طرق كتير. نشوف الاول تحت ايديه وبعد كده نشوف الاشخاص ونشوف وطابق وقصة حاجه عايزه تستوفى. انا عايز اخلص بقى الطلبات عشان نروح. طيب انت محتاج حاجه في الشاي؟ الرئيس تحت.